اليوم بكرت نبحث بمطلوب مخبى فيها الصور، ولكن ما عنديش استطاعة نهدم الصور كله ونبحث عن شيء انا غير متأكد اذا كان موجود هنا ولا لا. ولكن يبقى هذا الصور الاول اللي شفته في يدي سنة 2003 لما شفت سيدنا عيسى صاحب الكهف. هذا هو المكان اللي شفت فيه النهر. المهم وصلنا للنتيجة من هذه المرة، من ذلك الدور هنا حتى ربما لا وصل 41 سنة ولا فاته، والله لم يكن حيين إنسان يتكلم الغيب، لكن حقيقة أمر الغيب لا يعلمه إلا الله. جو البلد هذه ديروا حاجة بالروح الوطنية، ولكن هنا تصادف الناس يقتلوك الروح الوطنية تاعك ويدمرك، يعني تولي تكره البشر اللي كانوا في البلد هذه. البلاد حاشا البلاد، ماشي هذه برك، كل بلدان في العالم أرض الله نفس الأرض، ولكن العباد هم الذين يفسدون الأرض. الإنسان هو الذي يفسد في الأرض. الإنسان هو الشر، الإنسان هو الشر، والله هو الخير. فالخير يجي من الله والشر يجي من الناس. هذه صخرة صناعة يد تاع إنسان، الصخرة اللي عندنا هذه هي مفروض علامة، الله أعلم. شبه هذه ألجيريا بلادي، الجزائر نورمالمون بلد غني، بلاد بترول بلد غني. ربما الجزائر هي مفتاح باب الجنة، الله أعلم. حنجرب هنا maybe something under this rock. I hope I will find a book and something like Moses wrote. لقينا سنيك حنش تحت الصخرة هذيك. على كل حال الساعة هذي ما علمش، يعني كان هنا كان عايش تحت الصخرة هذي. المهم هنا كانت الصخرة، من المفروض من يكون حل. أول مرة نحفر ويعني أجد ثعبان مازال ما مات، سبحان الله. شوف راسو مازال فيه الروح. أوه. هي الصخرة اللي شفتها، إنما نظرتها من السماء، من السماء من الجهة اللي من هيه، ويبان هذا الجدار هذا من هذا الجدار. هبا تعرف هنا كانت الدار تاع واحد ساكن هنا، هو سيدي سليمان. سيدي سليمان جاء من دوسن الجد السابع.
ماهيش سهلة، لكن على ما معينها قال آثار تاع الرومان في المكان، يعني آثار صخور تاع الرومان، يعني هذيك العلامة هذه العلامة ما بليت اسمها هنا هذه شجرة مسكونة أو شجرة مباركة في هذه المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.